نظمت نقابة الأطباء بمحافظة قنا بالتعاون مع البنك الإقليمي لنقل الدم حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي غزة وضحايا القصف الإسرائيلي الغاشم بمقر نقابة الأطباء بقنا. وقال الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا إن التبرع بالدم يعتبر أقل إسهام من نقابة الأطباء تقوم به بالتضامن مع أهل غزة، متمنا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم أهالي فلسطين وإدخال المساعدات لأهالي القطاع، وتأكيده على عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية. الأطباء دول الجيش الأبيض، جيش مصر الأبيض، ليهم السبق في بداية المبادرات اللي هو التبرع بالدم، وإن شاء الله يعني في مبادرات تانية. طبعا الأطباء هنا كلهم بالإجماع يعني طلبوا مني في الفترة السابقة عايزين يعني يروحوا سيناء، يروحوا عند المعبر لعلاج مصابين الحرب، انطلاقا من الدور الاجتماعي والعربي والإسلامي والإنساني من المآسي والمجازر اللي بنشوفها مع أخواتنا الفلسطينيين. كان لابد احنا من دور نقوم به ضد هذه المجازر. الشيء الوحيد اللي نقدر نقوم به حملة تبرع بالدم لتذكير الناس بالمجازر واللي بيحصل، ودور رد فعل طبيعي كإنسان بيوقف جنب إنسان. الموضوع مش مستاهل إن إحنا نقول ندمر شعب كامل بدون مبرر بدون أي سبب. حملة تبرع بالدم دي الحملة الأولى بتاعه مع توجيهات النقيب وبنك الدم الإقليمي، وإن شاء الله حملة مرة ثانية وثالثة مع مستشفى الميداني وصدى أطباء عند السد للتطوع جسديا وتروح وتعالج الجرحى وتعالج المرضى بقدر ما نستطيع، ولغايه برضه ما يرفع الغم عن البلد جميعا والمجازي تتوقف. النهارده احنا متواجدين في نقابه الاطباء بقنا علشان نتبرع بالدم لاخواتنا في غزه، ان شاء الله ربنا يفك الحصر عنهم باذن الله.